هذا اللقاء، ونشكر الأخ الشيخ أحمد الجربة على جمعنا هنا. نحن شرفنا بوجود نخب أكاديمية سورية من المنطقة الشرقية، قضاة وإعلاميين وأدباء ومثقفين وأطباء وشيوخ عشائر، يعني كل مكونات المنطقة الشرقية الآن بدأت بالعمل لتحويل هذه النوايا الصافية الآن إلى فعل حقيقي منذ هذه اللحظة. تفضل ناخذ من هذه الجهة. السلام عليكم، عمر نور الدين اون لايف. سؤالين، الأول، هل ستشكلون كيانا سياسيا أو عسكريا، أو ستنضمون إلى كيان قائم، نتحدث عن منصة القاهرة مثلا أو أي منصات أخرى؟ هذا أولا. وطبعا هل تنتهون بعد ذلك إن كان هذا صحيحا مشاركة في جنيف أو ما إلى ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، ما علاقتكم بقوات سوريا الديمقراطية، وبما أن الحسكة هي ممثلة هنا، وكيف هي الأمور هناك؟ هل أنتم على وفاق مع السلطة التنفيذية التي تمسك بالأرض؟ شكرا. مساء الخير. المنطقة قام بتشكيل مجلس تنفيذي كما هو معلوم. هذا المجلس سيتدارس الأمر وينسق مع الهيئة العامة لتحديد ورسم ملامح الخطة المستقبلية لجهة الانضمام إلى أي تيار سياسي أو البقاء مستقلين. ونحن لا نشكل تيار سياسي حتى الآن، المسمى هو المجلس العربي في الجزيرة وأفرادها، ونعمل ضمن إطار الأهداف المرسومة لنا والتي تلا عليكم الأستاذ الدكتور ممتاز منذ قليل. لا نجزم بما سنفعل غدا، سنتجه إلى أي مكان فيه مصلحة للشعب السوري. أنا أضيف أن هذا الملتقى، أضيف إضافة أخرى، مفتوح لجميع القوى العربية لكي تساهم ما يمكن أن تساهم به بأي شكل من الأشكال بالفعل لوقف نزيف دم قد يحدث بشكل كبير جدا، لأن معروف التموضع الجغرافي لتلك المنطقة، معروف دول الجوار، معروف هذا التداخل الديموغرافي، معروف الآن ماذا تريد الدول الإقليمية المجاورة من تلك المنطقة وتغيير هويتها الديموغرافية، وبالتالي وباعتبارها مكون وباعتباره أهل المنطقة، بالتالي الآن هم الذين تقع عليهم الحرب وتقع على ويقع عليهم التغيير كذلك، ومستهدفون بشكل كبير جدا، ولذلك لابد من دق جرس الخطر في هذه اللحظة المناسبة كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه. تفضل. مساء الخير، أنا أحمد جمعة من جريدة اليوم السابع. في البداية بس، أعلنتم عن تشكيل المجلس العربي في الجزيرة والفرات وقلتم ندعو العرب أو المكون العربي للانضمام لهذا الملتقى أو شيء من هذا القبيل. هل أنتم على خلاف مع الأكراد أو قوات سوريا الديمقراطية التي تتولى تحرير أراضي غالبيتها من المكون العربي؟ وهل طلبكم لدعم قوات النخبة السورية هو بمثابة إعلان عن دعم القبائل العربية لمكون عربي على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها داعش؟ وهل فعلا الأكراد يقومون بعمليات إبادة أو تهجير ضد العرب في الرقة وفي دير الزور؟ هل فعلا سينفرد الأكراد بمعركة دير الزور؟ شكرا. تفضل أستاذ محمد. طبعا الأستاذ الصحفي سؤاله كان طويل يعني ومتشعب، سؤالك كان طويل ومتشعب. موضوع تشكيل كيان عربي، لا يعني انه اذا شكلنا كيان عربي احنا راح نقاتل كيانات اخرى، وتداعينا للعرب الاخرين هو من باب الديمقراطية، انه احنا مفتوحين لكل جميع مكونات منطقتنا وان يدخلون هذا الجسم.
وموضوع الصراع الموجود في المحافظة، يعني الصراع الموجود هو حرب ضد الإرهاب. ما في لحد الآن فكرة أن يكون صراع بين سكان المنطقة. شكرا. أنا بس ممكن أضيف إذا سمحت. قوات النخبة هي قوات عربية، قوات النخبة هي قوات عربية موجودة بالمحافظة. طبيعي أهل المحافظات الثلاثة أنه يدعمونها، هذا شيء من الطبيعي لأن هي قوات عربية وهي المظلة الوحيدة موجودة الآن لعرب المنطقة مع أخوانهم اللي موجودين من المنطقة في البادية. فأي مكون عربي أو قوات عربية طبيعي المكونات العربية هي راح تدعمها، وإحنا نطالب من أهاليتنا وناسنا أنه ينتمون لهالمكونات ويدعمونها حتى نتخلص من الإرهاب. المنطقة بالأساس هي منطقة عربية وهي خزان بشري هائل من الشباب، من الشباب الغيارة على تراثهم وتراث آبائهم وأجدادهم، وبالتالي نحن ليس هذا الملتقى هو لتأسيس قوة معينة تهاجم أو تستعدي قوى أخرى موجودة في المنطقة، لا أبدا، ولكن للدفاع عن منطقة يتم تغيير الآن في مشروع لتغيير الديموغرافيا الموجودة فيها. هذا هو هدف الملتقى. ايه المشروع نحن نعرف الان جميعا ان سوريا تحت مشاريع كثيره سواء اقليميه او دوليه، ولكل دوله من هذه الدول مشروعها، ومنذ بدايه الثوره السوريه حتى الان مرت مشاريع كثيره، وهذه المشاريع متبدله من فدراليه الى تقسيمات اخرى لم تتفق الدول ما بينها، ونحن لا نتمنى. لذلك هذا الملتقى يدعو الى سوريا الموحده ولا يدعو إلى تقسيم سوريا في أي مكان من بقاعها الجغرافية. لذلك هذا الملتقى ليس موجه ضد أحد بالذات، نحن طوال السنين وطوال التاريخ متجاورين، متعايشين مع إثنيات، متعايشين مع طوائف عرقية فسيفساء موجودة في، ولم تكن هناك أي مشاكل، ولكن لا نقبل الآن في هذه اللحظة أن يتم تغيير الهوية العربية لتلك المنطقة. أحمد هنجي، تلفزيون مصري. بالأمس السيد أحمد الجربة أعلن أنه لابد من حجز موقع لهذا التجمع في موائد المفاوضات الدولية، فهل هناك آلية معينة أو خطة لوضع مقعد على طاولات المفاوضات الدولية؟